الشيخ ربيع المدخلي ليس رجل يمارس السياسة، هو دائما ما يفصل السياسة عن الدين، فكيف يهاجم التيارات السياسية؟ نريد توضيح لهذا الأمر. نعم، هذا هو الذي نحن نوجه هذا السؤال للمدخلي ومن يتبعه ومن يأخذ بكلامه. هل المدخلي يدعو إلى إدخال السياسة في الدين أم لا؟ لم نفهم، لأن هذه المواقف تتناقض مع كثير من الشعارات التي يرفعها يعني أتباع ورموز هذا التيار. هل أنتم تدخلون الدين في السياسة أم لا تدخلون الدين في السياسة؟ وأعتقد أن هذا أحد وجوه التناقضات الواضحة في مسيرة هذه الفتاوى ومسيرة هذا التيار عموماً.